بجد تحيه مره اخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في ثالث فقره من فقرات احتفالنا بليالي رمضان على مصر الزراعي. اكيد كلنا في شهر رمضان المبارك بنحرص ان احنا نتشارك المحبه، نتشارك الكرم، نتشارك الجود، ونتشارك ايضا الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى الزمنا به في هذا الشهر الكريم وهو فرض الصيام. عشان كده اطفالنا في المراحل العمريه قبل البلوغ كلهم بيحبوا يشاركونا هذه المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في هذا الشهر الكريم وهو صيامه. أكيد الأطفال بيكونوا محتاجين للتهيئة نفسيا والتهيئة بدنيا طالما لم يصلوا مرحلة البلوغ، حيث فرضية الصيام في هذا العمر أو هذا التوقيت من عمر البني آدم. عشان كده النهاردة عندنا معلومات في غاية الأهمية لازم نقدمها لحضراتكم، وتحديدا للأطفال اللي احنا محتاجين ندربهم ومحتاجين نأهلهم قبل سن البلوغ للصيام في هذا الشهر الكريم. وأيضا الطفل إذا تأذى إيه الواجب على الأم أن تفعله أو على الأسرة، وفي نفس الوقت إزاي كمان نمرن ولادنا والسن المناسب حتى نعلم ولادنا فيه الصيام حتى يكملوا الفريضة حتى أذان المغرب بإذن الرحمن. عشان كده منوراني في هذه الفقرة الأستاذة ياسمين ياسين خبير علم النفس التربوي. برحب بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وبألف خير وصحة وسعادة. يدخل عليك رمضان بالخير والعافية يا رب. يا رب رمضان كريم علينا وعلى كل الأسر المصرية يا رب العالمين بإذن الله يا فندم. أستاذة ياسمين، أكيد الأطفال في رمضان من الحاجات الجميلة اللي بيحبوا يشاركوا فيها الأسر إن هم يصوموا معانا. أكيد أطفال مراحل عمرية معينة 7 10 15 بيحاولوا إن هم يشاركوا معانا في الصيام. عشان كده هسأل حضرتك إيه هو السن، يعني السن المناسب اللي ممكن خلاص إن الطفل نقول فعلا خلاص يقدر يصوم فيه؟ بص يا استاذ عاصم، هو احنا المفروض في البدايه ان احنا نرجع لمبادئ الدين. مبادئ الدين ان احنا المفروض ان هو قال لنا سن البلوغ. نعم. نيجي نرجع للصحابه، الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ الصحابه كانوا بيجوا يقولوا نخلي الاطفال يشتركوا معانا في الصيام في يوم عاشوراء. فكانوا بيخلوا الصحابه ان الاطفال يشتركوا معاهم في صيام يوم عاشوراء، وكانوا بيخلوهم ان هم ياخدوا اليوم بتاعهم كمان ان هو وقت لعب، بحيث ان وقت الصيام ما يحسوش بيه. ايوه ده الصحابه. احنا نيجي بقى في بعض الاسر بتجبر الاطفال على الصيام، ودي حاجه طبعا في غايه الصعوبه جدا. نعم. لدرجه مش مستحبه كمان، مش مستحبه. صحيح. وبتخلي ان الاطفال يعني في بعض الاطفال بتحب انها يعني ما بتبينش انها صايمه او فتره لاهاليها، فاحنا كده كرهناهم فين؟ صحيح. في موضوع الصيام ممكن يبقى في حاله نفور كده. فاحنا المفروض بنبدا ان احنا مثلا نصوم، لان شهر رمضان دوت من الشهور المفضله من شهور السنه. ان الشهر دوت افضل من اي شهر في السنه. نقدم لهم بعض الهدايا، ننزل نجيب الزينه بتاعه رمضان، وان احنا مثلا نخليهم يشاركوا ان هم يعملوها في البيت. صحيح. معانا نمهد لهم يعني في البدايه كده بالاجواء الرمضانيه. اجواء رمضانيه فهم بيحبوها، نجيب لهم الفوانيس، نجيب الزينه بتاعه رمضان يعملوها معانا. السن بقى المفضل احنا بناخدها بالتدريج. يعني مثلا ممكن نبدا مثلا 6 سنين هتصوم معايا لحد 10 الصبح وليك مكافاه، هصوم معايا لحد الساعة 2 الظهر ليك مكافأة. بعد كده هو بيكون خد ان هو اليوم بتاعه خلص صيامه وهو مش حاسس. طبعا الام ما مثلا الطفل اللي هو لسه مش ملزم بالصيام انها بتديله وجبه الفطار وبعد كده بتديله وجبه الغداء. المفروض ان انت بقى ده قبل ما تدخلي على رمضان باسبوعين، ان انت مثلا وجبه الفطار ما تديش سناك، طولي الفتره لحد فتره الغداء، بحيث ان الولد يكون خد ان هو داخل على رمضان. كده يعني امهدها له، مش على طول، امهدها له قبل رمضان باسبوعين. صحيح. واعرفه بقى ان انت دلوقتي المفروض الفتره دي ما بتشربش ما بتاكلش. بس في حاجه بقى احنا بنقع فيها غلط جدا. المفروض الام قبل ما تدخل انها تعرف على ابنها الصيام، تكون ان هو في من الناحيه البدنيه يكون طفل صحيح، ما عندوش مشاكل صحيه. وفي امهات كتير بتقع فيها، تكون الولد حصل دوخه وحصل عرق كتير لان هو عنده نسبه الهيموجلوبين اصلا قليله. عنده مثلا في لازم تعمل له تحليل هيموجلوبين وتعمل له تحليل اسمه تحليل ديدان. لو عملت الاثنين هتعرف ان الولد دوت فعلا قادر بدنيا على عمليه الصيام. يعني هنا قصدي حضرتك ناخد راي الطب في هذا الامر برضه. وكمان لو الولد بيمارس في العادي بتاعه لعبه معينه في النادي، ما يكونش في لعبه عنيفه بيقوم بيها في وقت الصيام، لا. العاب تكون هاديه بالنسبه يقدر اللي ما يستنزفش فيها يعني قوه كتيره، وما يستنزفش من مجهود اكبر. يعني يفقدوا مثلا مزيد من العرق، فبالتالي يحتاج ان هو يشرب ويحس بالعطش طوال فترات الصيام. مفروض. طيب الاطفال يمكن داخل علينا رمضان دلوقتي وفي ايام دراسه. الاطفال اللي واجب عليهم بقى الصيام اللي هم من بلغوا سن البلوغ، ما نقولش عليهم اطفال بقى خلاص. طبعا خلاص مكلفين بذلك. بالظبط، مكلفين بذلك مرحله الثانويه العامه وما فوق.
ازاي نقدر نأهلهم للأمر ده، ان هم بيصحوا الصبح بدري وفي نفس الوقت صايمين، وتأثير برضو الصيام على حالتهم المزاجية والنفسية، نعالج ده ازاي او نحاول نخليهم يقدروا يظبطوا ما بين الصيام وما بين ذهابهم المدرسة وحتى لا يقصروا ايضا في واجبات؟ تنظيم يا استاذ عاصم. نعم. انا دلوقتي سحرت، بعد ما سحرت المفروض ان هو ناقص ساعتين ان انا هروح للمدرسة. ايوه، روح المدرسة بتاعتك، ارجع خد لك ان صلي الظهر وصلي العصر، نام لك فترة وبعدين هتصحى لحد المغرب مثلا، لحد المغرب وبعد كده كمل يومك. اي حاجة احنا نظمناها في حياتنا عموما يا استاذ عاصم هتمشي. اما لو الولد مش محدد ان هو الجدول اللي ماشي عليه يوميا ايه، مش هتلاقيها ان هو منتظم ولا دراسيا ولا في الصيام. يعني المفروض ان الولد وصل لمرحلة البلوغ عارف ان ده ان انا انظم يومي ازاي، امشي فيه ازاي. اما انا لسه هكون ولد في مرحلة الثانوية العامة ومش عارف يمشي يومه، هيعتبر ان هو رمضان زي بقيه الايام. بس ما مجرد ان انا مثلا بدل ما انا بفطر الصبح، لا انا بتسحر بالليل على صلاه الفجر. بس كده. طيب الطفل اللي رافض فكره الصيام، ازاي اهله نفسيا لهذا الامر؟ لان مثلا اطفال خلاص بقى لها سنه وسنتين تبلغ سن البلوغ ولحد الان مش قادرين يصوموا، او حتى يصوم مثلا لحد الظهر لحد العصر زي ما كنا بنعود ولادنا. أيوة. في هذا الامر نهيئهم بقى نفسيا لهذا الامر ازاي؟ الاب والام حتى لا يكون عليهم دور كبير عليهم. الاب والام يا استاذ، الاب والأم. احنا دلوقتي انا بطلع او كلنا بنطلع عباره عن بنقلد الاباء والامهات. صحيح. لو الولد طلع في بيئه الاب والام بيصوموا فيها، في نفس الوقت في عادات وفي تقاليد وفي ان انا مثلا بيصلي قدامي، المفروض الاب شايف ابنه قاعد، لا يلا بينا نروح على المسجد ان احنا نصلي. الام نفس الموضوع، افتفرش السجاده قدام البنوته في البيت وتجيب لها برضو اسدال نفس الاسدال بتاعها، وتحس ان هم ايه يعني في جو صيام جو عبادات في البيت. هتلاقي ان الدنيا البنت تقليد الولد تقليد، يعني ما حدش بيعمل حاجه بره. هتقولي طب ما في بعض الابناء مش طالعين للاباء، طبعا لكل قاعده شواذ، بس احنا عباره عن اطفالنا نسخه مصغره مننا. نعم. مش بيجوا حاجه مختلفه خالص. صحيح. حضرتك مشكوره، قلتي ان انا امهد لابني الحديث عن قيمه الصيام وفرضيه الصيام عشان يصلي يصوم بعد كده. طبعا. وكذلك في الصيام، فاهميه ان انا اشرح لابني الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا زي الصيام، واهميه ده في المواظبة على فعل ذلك سواء وهو صغير حتى لم يفرض عليه، وبعد حتى الفريضة زي يقدر يواظب عليها بعد كده. أهمية ده إيه؟ التمهيد ده هل فعلا بيخلي الطفل قادر ان هو يفعل الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى وجبه بيه ولا؟ اول حاجة لازم اعرفها له ان اصلا القرآن نزل في شهر رمضان. صحيح. شهر رمضان ده افضل شهر. نعم. رمضان افضل شهر من السنة. ان انت مش هتقدر تعوض يوم ما صمتوش في رمضان في بقية السنة. المفروض ان انا اخدها له بالتدريج، المفروض اعرفه ان العبادات ديت مفروض امر اجباري عليا، ما ينفعش ان في تهاون. بس بيكون مش فرض ان انا امسك الولد ان انا اكون مجبر على ذلك. اخده بالتدريج وافهمه يعني ايه ثواب ويعني ايه عقاب، ويعني ان ربنا لازم يكون راضي عننا. لما يكون ربنا راضي عننا كل حاجه هتتفتح لنا في الدنيا. اما لو احنا ربنا مش راضي عننا هتاخد جزاءات كتيره قوي في الدنيا، لان احنا عايشين في دنيا مؤقته. ده بالنسبه للمراهق. بالنسبه للطفل بقى الصغير، لا ده انا لازم احط له ايجابيات ولازم احط له دعم نفسي ودعم معنوي شاطر. يعني مثلا ممكن اخلي البنت الصغيره تشارك الام في البيت في اعمال في رمضان، ويجي مثلا على الترابيزه في رمضان وهم بيفطروا، ما شاء الله دي البنوته دي هي اللي عملت لكم السلطه، الولد ما شاء الله هو اللي قام بطلبات بالليل الشارع كلها في السوق والكلام ده كله. صحيح. رمضان مشهور بيه طبعا من العادات الجميله يمكن عندنا في مصر، هو شهر اللمه. طبعا. شهر المحبه، شهر يعني المصاحبه للرفاق الكويسين، الرفاق اللي هم فعلا الواحد بيخرج بيهم من الدنيا. فاهميه الصحبه الجميله في شهر رمضان تحديدا على مائده الافطار او مائده الصيام، تاثير ده على الطفل يا فندم؟ تأثير جميل، لأن الطفل أصلا من طبيعته ما بيميلش لمكان فيه الأب والأم بس. فما بيتخيل مثلا في رمضان شايف إن باب الشقة كل شوية بيخبط، شايف ده داخل وده داخل، شايف المشروبات اللي بتتقدم. فأنت برضو لو دخلت أولادك إن هم يقدموا الحاجات دي معاهم، وهم مثلا اللي يشاركوا في عمايل العصاير بتاعة رمضان، دي حاجة حلوة جدا. وبالذات لو عندك أطفال في سن مثلا من 10 فيما فوق. أستاذة ياسمين، أكيد وإحنا
يعني بنهيئ ولادنا نفسيا للصيام في شهر رمضان، اكيد في بعض الانشطه او بعض الممارسات اللي احنا واجب نعملها طوال فتره الصيام عشان يكونوا مؤهلين لده، وعشان كمان نهون عليهم الفتره دي حتى الافطار في المغرب. ايه هي هذه الانشطه او بعض الممارسات دي فهم؟ بالنسبه للاطفال الصغيره ان احنا ممكن ندخل عليهم بعض الانشطه اللي هم مثلا من سن 6 و7 و8. ايه رايكم ان احنا نعمل مجسم لشكل الفانوس؟ أيوة. وننزل المكتبه ونجيب لهم الالوان بحيث يعملوا الفانوس بشكل كويس، وطبعا بمساعدتنا لان هم مش هيقدروا يعملوا المجسم لوحديهم. نعم. بالنسبه للاكبر لازم مفروض الولد والبنت مع الاب والام انت هتخلص كم جزء النهارده، ونتحاسب مين اللي هيخلص المصحف كم مره. باباهم يقول باذن الله اللي هيخلص السنه دي المصحف 3 4 مرات ليه عندي هديه معينه، البنت برضو ليها هديه معينه. اشتغل على التحفيز يعني. اشتغل طبعا على التحفيز. بص يا استاذ عاصم، التحفيز ده عنصر مهم جدا لجميع المراحل العمريه، صح، في التربيه بشكل عام اي حاجه. حتى لو انت موظف في شركه، لو اديتني حافز هتلاقيني نمبر 1 في الشركه عندك. ببالك بالك انت بالنسبه لسن الاطفال. صحيح. فلازم ان انا اشتغل على عنصر التحفيز للاطفال، هتاخد منهم حاجه عاليه جدا. في اخطاء للاسف احيانا بيقع فيها اولياء الامور، حته المقارنه. يعني مثلا يكون ابني عنده 13 14 سنه وما عندوش المقدره بالصيام، صح، ويكون ابن جاري او حد معرفه 12 13 سنه زيه بيصوم كامل، وتيجي احيانا الام عشان تحفز ابنها تقول له انت ما بتصومش ليه، ده مثلا فلان الفلاني بيصوم. فحته المقارنه ممكن يكون تاثيرها ايه على الطفل؟ اي مقارنه لعنصر بشري مرفوضه. مرفوض. اللي عندك مش عندي واللي عندي مش عندك. فانت ما تعرفش انا عباره عن ايه، انا ممكن ادي في جانب انت ما تديش فيه، وممكن انت تدي في جانب انا ما اديش فيه. هي دي البشر، ربنا خالقها على كده، فروق فرديه. اما مقارنه بالعكس، لو انا هعرف ادي انا هحبط. ده مبدا التربوي، نتيجتها ممكن تكون بالسلب على نفسيه الطفل. اي حاجه ان انت تديني فيها مقارنه انا خلاص، انا بالنسبه لي القدره انا هقدر اديها هي وقفت لان انت عجزتني. عائد الصيام على الطفل نفسيا ممكن يكون يا استاذ ياسمين؟ سبحانك يا رب. اي حاجه روحانيه ليها قدر معين، يعني اي حاجه روحانيه حاجه ايمانيه فبتلاقيها انها مثلا سبحان الله. كنا زمان نقول الصيام، ما كناش نعرف يعني ايه صيام متقطع. الصيام المتقطع اللي هو ظهر دلوقتي بقاله كام سنه، بيخسس دلوقتي مش حكايه تخسيس بس، ويقول لك تصحيح البدن وحكايه الحاجه الصحيه والكلام ده كله. الصيام عند الطفل بتحسسه ان هو سبحان الله، يقول لك ماما انا حاسس ان انا بتحرك دلوقتي عكس ما انا كنت واكل، انا ماما واكل ورايح التمرين انا مش قادر اتحرك يا ماما. يبقى نشيط يعني، بتلاقيه نشيط اكتر. صوم وتصح. بس صوم وتصح. صحيح. صح. صحيح. فبالتالي الطفل ممكن يبقى نشيط طوال فتره الصيام. أيوة. وهنا بقى انا كولي امر استغل هذا بس الامر. بس المفروض على اي ام طفلها صغير اوعي تماما تدي حلويات في فتره الصيام. يعني مثلا ما يكونش في حلويات بنديها له في السحور، هيطلع عطشان بكميات رهيبه. بل بالعكس، كتر السوائل بالليل بس مش حاجات حلوه. بحيث ان الحاجات الحلوه هتلاقيه هو فعلا مش قادر يعمل اي مجهود وعطشان على طول. طيب واحنا بنتكلم عن ازاي ناهل اولادنا نفسيا للصيام في شهر رمضان، احيانا برضو الام بيبقى عندها العاطفه مسيطره عليها. تلاقي مثلا الابن عنده قابليه وعايز يصوم وعايز يكمل اليوم، وتجد بعض الامهات من خوفهم وحبتهم الزياده لاولادهم، كفاك يا حبيبي لحد الظهر، انت تعبت النهارده، وبقى بكره صوم لحد العصر او بعده صوم لحد المغرب. فبدل ما تحفز الولد ان هو يكمل اليوم بدافع اللي هي عملته، صح كده، ده تاثيره ايه يا فندم؟ عاطفه الامومه دي مش هتقدر تغيرها. كل ام ليها الشخصيه بتاعتها. بس المفروض ان انت بدأي بالتدريج، يعني ساعتين في ثلاثه في اربعه، ولو لقيتي الطفل ده ليه استجابه عكس اخوه اللي هو ملوش استجابه. بس يا ريت ما يكونش قدام بعض، يعني لو في واحد قادر حفزي على ان هو يكمل، التاني اللي مش قادر على جنب عشان انت مش قادر خلاص كل، بس ما تاكلش قدام اخوك اللي صايم. ده لو في حاله انها عندها طفلين متقاربين في العمر. نعم. الصيام بيعلمنا الصبر طبعا، ومن اهم الدروس الجميله المستفاده من الصيام هو الصبر. فبالتالي ممكن ناخذ هذا الدرس عبره للاطفال اللي عندهم بعض المشاكل نفسيه، زي مثلا اطفال اللي هم الهايبر اكتيف، او الاطفال اللي هم ما عندهمش صبر في حاجه معينه. صح. ازاي نقدر نستغل الصيام ده في معالجه هذا السلوك عند الاطفال، وهو الاستعجال وعدم الصبر؟ هي القاعده بتاعت البشر ماشيه على ايه؟ الممنوع مرغوب. ايوه. فاحنا دلوقتي لا، انت في حاجات دي مش هتاخدها في الوقت المعين. ولازم تعلم نفسك في كل حاجه، مش كل انت حاجه عاوزها هتاخدها في نفس الوقت ده. بل بالعكس، لا استنى على المغرب، لا خلاص ناقص العصر، ناقص الظهر. فهتلاقي ان هو بالتدريج وصل، زي ما انت بتيجي مثلا تقول لابنك انت مالكش مثلا النهارده ال 20 جنيه في اليوم. لا خلاص، ان هو مثلا خد حاجه في منك، اشترى حاجه في النادي، خلاص ملوش الا حاجه واحده بس. فانت هتلاقي بالتدريج كل شويه هتلاقي نفسك بتدي مبدا تربوي لابنك.
فبالتالي يقدر يتحفز، يقدر يكمل بقية اليوم، تاني يوم، تالت يوم كده. طيب الفرق ما بين ان انا ارغب طفلي في الصيام عن طريق الشرح والتمهيد وان انا اجبر طفلي على الصيام ان ده فرض ولازم تصلي وربنا امرنا بده ولو ما صامش ان انا اضربه، والفرق ان انا لما اوعي ابني بالراحة واخده بالمسايسة واحببه في الصيام، الفرق على ده ايه والفرق على الطفل الاخر ايه؟ دور ابو ام. في اب بتلاقيه وخد الطفل وداه المسجد معاه وقعد فتح المصحف وتعال نقرا مع بعض الجزء ده بقمه الذوق، وان هو الثواب بتاعه والتدوت كل حاجه بعشر امثالها في القران، صح كلام؟ نعم. عكس اب تاني، لا انت لو ما قريتش جزء النهارده، انت لو ما صليتش في المسجد انت رهبته، ما حش حببته في القران ولا حببته في الصيام. بالعكس، هيبقى الدور على الاب والام. ما تاخدهاش، ما ممكن يكون قدامك بيصلي، ممكن يكون قدامك بيصوم، وفي نماذج كتير في الثانوي وفي الجامعه اول ما بيطلع بره البيت تلاقيه بياكل. تيجي تقول له طب تاكل ليه؟ لا اصل انا ما بحبش حاجه اكون مجبر عليها، انا عاوز اكون انا بعمل الكلام ده بمزاجي. فانت لا، سيبه، انت ادي الدور الديني، ادي له النازع ان ده صيام في رمضان لازم انت تصومه، بس ما تدوش بالاجبار، اي حاجه بالاجبار ممنوعه. يعني ما نسيطرش على ابننا بالاجبار، لا، بالمسايسه وبالكلام، بالمسايسه وتدريج والكلام ده كله. طيب ايه النصيحه اللي ممكن تقدميها لاولياء الامور بشكل عام بحيث ان هم يقدروا يحتووا اولادهم في هذا الشهر الكريم، يقدروا يستغلوا هذا الشهر المبارك ويسفروا فيه بالخشوع والتقارب للمولى عز وجل، ان احنا كمان نذكر اولادنا بقصص الانبياء، وازاي نقدر نستفاد من اليوم كله في شهر رمضان المبارك مع اولادنا تحديدا؟ بص يا استاذ عاصم، اليوم في رمضان ما شاء الله احنا ممكن نقضيه بجوانب كتير. بالنسبه للبنت والولد انا ممكن ادخلهم من هم صغيرين في جو المشاركه في البيت. بالنسبه للولد انا ممكن اخليه مع عمليه ان هو التسوق بره البيت ان يجيب لنا الطلبات اللي بره البيت. بالنسبه للبنت ان انا ممكن اخليها تشارك في عمليه البيت. بالنسبه ان انا يقروا جزء قران. بالنسبه ان انا اخلي ان انتم مثلا خلوا استثمروا جزء من وقتكم، طبعا لسه في صلاه التراويح لازم نروح نصلي مع بعض صلاه التراويح. وحتى في حاجه ملحوظه، مش خليش في رمضان ان كل واحد يفطر لوحده، المفروض كلنا نفطر في جو جماعه. ولازم نحس بعضينا ان احنا لازم نتصل ببقيه العيله ونيجي نفطر مع بعض. صحيح، يعني اللمه دي مردودها ايجابي على نفسيه الفرد جدا في الاسره، لان احنا وصلنا في الايام دي ان ما حدش بيشوف حد، اما في رمضان كلنا نتجمع فبرضه بنرجع الجو الاسري. صحيح، فكل الكلام ده لما بيحصل ده الرونق اللي فعلا بيحسسنا بهذا الشهر، وده الفرق في رمضان في مصر عن اي مكان تاني. صحيح، فسبحان الله في مصر حاجه تانية. حاجه تانية. صحيح، زي ما قال الجسم، فاكيد طبعا اللمه دي ليها مذاق خاص، وتحديدا لمه الصحاب، لمه الاسره، لمه الاهل والاقارب، وده اللي احنا محتاجين نغرسه في اولادنا، وبالذات لو انا قلت الايجابيات بتاعه الولد ده في الجو الاسري هو بيكون عنده ثقه في نفسه زياده. لو انا قلتها على جميع افراد الاسره والعيله ان فلان عمل النهارده كذا، فلان النهارده صام، فبتلاقي ان انت حفزته، فتاني يوم ماما انا صمت، فخلاص يعني بقت تدريجيه. طيب الطفل اللي بيكون صايم تعامله مع زمايله في المدرسه مع الاطفال اللي مش صايمين ننصحه بايه؟ نقول له، نقول لابني مثلا لو ابني صايم وزمايله في المدرسه مش صايمين، لازم اعرفه ان في فروق فرديه. ممكن اعرفه ان انت بدنيا انت صح، صاحبك ده ممكن يكون تعبان بس مش لازم يقولك ان هو تعبان. صحيح، فكل واحد سيبه على طريقته، لدرجه هو بيشرب قدامك، طب انا يا ماما هكون عطشان وهو بيشرب قدامي، مالكش دعوه، ممكن هو تعبان ومش راضي يقولك. فانت لازم تراعي ان في فروق فرديه بينك وبين صاحبك، ما تتدخلش ما لا يعنيك. صحيح، ده لازم تعرفوا حاجه زي كده، لان احنا كمان عندنا الاخوه المسيحيين. أيوه، ما هو ممكن الاخوه المسيحيين قاعدين بياشربوا ياكلوا وانت لا، لان انت مش في وقت صيامهم، فعرفوا هذه الجزئيه، عرفوا النقط دي، هو دينه مسيحي. أيوه، واحنا ديننا الاسلامي، لازم هم ليهم صيامهم واحنا لينا صيامنا. ايوه كده، فلازم اعرفوا في فروق. صحيح، الامر ده يعني مردوده على نفسيه الطفل ايه لما يكون فعلا عارف يتعامل مع اصحابه في هذا الامر تحديدا، لما يكون هو مثلا صايم او العكس تماما، يعني مثلا لو هو مش قادر يصوم وصاحبه صايم وابني محتاج ان هو ياكل، برضه انصحه اقول له ايه في هذا يعني؟ هو الموضوع عكسي خالص يا استاذ عاصم، هما في الفتره دي بيحبوا يصوموا عشان يقلدوا بعض، ينافسوا بعض، وينافسوا بعض. بيقول لك انا صمت النهارده يا ماما لحد الساعه 4، انا ناقص لي ساعه ويومي كامل، ما شاء الله ماما انا صمت لحد العصر النهارده، هتديني ايه؟ ايه المكافاه؟ فهتلاقيهم هما ذات نفسهم تلقائيا لما بيكون بدنهم سليم هتلاقيهم ان هما نفسهم يكملوا اليوم كله. صحيح. اه، لما الاب ياخد ابنه من صغره المسجد ويصلي التراويح، وصلاه التراويح ليها قدسياتها زي مثلا زي صلاه الجمعه، يعني ليها رونق خاص يعني. ده مردوده نفسيا على الطفل ايه؟
وفي برضو الام لازم تاخد بنتها، بما ان المساجد دلوقتي في مصلى للسيدات ومصلى للرجال، فده الفعل ده ايجابياته على الاسره ايه وعلى نفسيه الطفل ايه لما الام تاخد بنتها وتروح تصلي، الاب ياخد ابنه ويروح يصلي. بص استاذ عاصم، ما شبه اباه ما ظلم، سبحانك يا رب. كل واحد ليه بذره معينه بيطلعها، لو انت طلعت واحد من المنبع بتاعه بيصلي من الصغر هتلاقيه اكيد انسان صالح. صحيح. عكس ما واحد الاب اصلا مفكرش يقول لابنه صلي ركعتين حتى في البيت، هتلاقيه ان هو طالع انسان ما يعرفش يعني ايه قيم، يعني ايه عادات، يعني ايه تقاليد، يعني ايه صلاه. صحيح. بس فالاب والام عليهم دور كبير. احنا صحيح. بالعكس بقى اليومين دولت عكسنا القيم بتاع زمان. الاب والام كانوا متفرغين ان هم يطلعوا جيل صح. صحيح. دلوقتي الاب والام سايبين عيالهم للسوشيال ميديا ومفيش. انا ابني ما بيصليش، لا طب انا هجيب له مدرس قران في عنده كام سنه، 4-5 سنين، طب ما انت تحفظيه حتى جزء عامه. صحيح. فتحس ان الموضوع لا، الاب والام هم الزرعه الاساسيه ليكوا عيالكم. صحيح. حضرتك اتكلمت عن جزئيه مهمه جدا وهي السوشيال ميديا. للاسف حتى بعض الشباب بيتلككوا بيقول لك يا بابا انا اصلي صيامي بايه، ما انا قاعد على السوشيال ميديا لحد ما اليوم يخلص وخلاص. للاسف. فدي من الجزئيات للاسف ممكن تعود حتى نفسيا بالسلب على الطفل، في ظل ان احنا ممكن نخليه يقول له صلي صيام بقراءه القران الكريم، بالاعتكاف في المسجد، بقراءه قصص الانبياء، بقراءه السيره النبويه الشريفه، كل هذه الامور اللي احنا ممكن نعود ولادنا عليها ويقدروا كمان يتمتعوا بالمعلومات الوفيره في هذا الشهر الكريم ويظفروا الحقيقه بالتقرب للمولى عز وجل في هذا الشهر المبارك. اتمنى يا رب كل الاسر المصريه يعني تستفاد من النصائح حضرتك قدمتيها، وان فعلا نربي ولادنا على مكارم الاخلاق وعلى القيم وعلى الروحانيات الجميله اللي موجوده في هذا الشهر الكريم. صدقوني والله زي ما قالت الاستاذه ياسمين، انك انت تاخد ابنك من ايده وتروح تصلي معاه ليها اثر نفسي ايجابي كبير جدا على ابنه، والفعل ده هيعمله ان شاء الله مع ابنه، وهتلاقي حفيدك بيعمل هذا الامر بعد كده، وبالتالي ثواب راسخ لابنك وليك بعد كده ان شاء الله باذن الرحمن، ويسجل في ميزان حسناتنا جميعا باذن الرحمن. نورتيني يا استاذه ياسمين. الله يبارك لك. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. طيب يا فندم، ربنا يبارك. بشكر حضرتك جدا الاستاذه ياسمين ياسين خبير علم النفس التربوي. شكرا لحضرتك. الله يبارك لك. شكرا. نتمنى يا رب مشاهدينا تكون حلقتنا النهارده من ليالي رمضان نالت اعجاب حضراتكم. الحقيقه بنحرص دايما في كل ليله من ليالي رمضان على شاشه مصر الزراعيه نقدم لحضراتكم جرعه تنويريه تثقيفيه رمضانيه تكون زاخره بالمعلومات وبالروحانيات في نفس الوقت، والاحتفال الذي يليق بمكانه هذا الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من ليالي رمضان. تحيات فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.